كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. وحشتوني. بقلي كتير ما سجلتش فيديوهات نظرا لظروف عائلية عندي. ان شاء الله هكمل معاكم زي ما وعدتكم في اخر شورت فيديو دونكي شوت. لكن ان شاء الله بعد رمضان. انا بس حبيت اسلم عليكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال، ربنا يكتب لنا العفو والعافية إن شاء الله، ويهيئ لنا خير ويخرجنا من الضيق إلى الفرج. كل عام وأنتم بخير، ويا رب يكون رمضان شهر الخير عليكم، حتى برغم الغلاء وبرغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية اللي العالم العربي بيمر بيها، بس إن شاء الله ربنا بيطرح الخير والبركة في الشهر الكريم ده. كل سنة وانتم طيبين.